الدوله، يعني دوله قويه عندنا وجاي يجاهدون بكل قوه، بس ما جاي يوصلون للاكبر. يعني انا اجي للكبير، الكبير من اخذ انتهت سقطت كلها. ليش كثرت السجون مالت المخدرات والعقوبات مالتها؟ لان سهل الامر بالشارع، سهل الامر، صار فشيش وين كانما هاي النارجيله المتروكه اي واحد يجي يشربها. اهم طريقه هي معالجه هذا الموضوع انه السيطره على الحدود، لان هي اغلب المخدرات كنا نعرف انه دا تدخل من الحدود من الدول المجاوره. هاي شغله. الشغله الثانيه دا يتم بهذا الموضوع استغلال فئه عمريه اللي هي القاصرين. يعني دا يستغلون الشباب والمراهقين دا يستغلونهم بهذا الموضوع. أهلا بكم. 3875 معتقل و600 كيلوين أغرام من المخدرات وثمانية أطنان من المؤثرات العقلية فقط في الربع الأول من العام الحالي. أرقام ترعب من يسمع بها، لكنها تريح النفس إذا علمنا أن القوات الأمنية هي المنتصر في الماراثون أمام مافيات الإتجار عبر الحدود قبل داخلها. حملات لم تترك للمخدرات باقية في أنحاء العراق، فهل سننظف أرضنا من السم الأبيض؟ أم أن الحرب ستبقى مفتوحة كأبواب التهريب المشرعة في المنافذ غير الرسمية؟ مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. سيكون في محورنا الأول لهذه الليلة الخبيرة الأمني الأستاذ صفاء الأعسم. مرحبا بحضرتك. حياكم الله. أهلا بحضرتك أستاذ صفاء. قرابة 4000 معتقل في الربع الأول من العام الحالي فقط، أرقام مرعبة حقيقة. شلون نقدر نتخيل أنه فقط اللي تم اعتقالهم 4000 من غير المعتقلين؟ إذن الأعداد صراحة مخيفة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم استاذ محمد وعلى قناتكم مشاهديك الكرام. يعني حضرتك مستغرب من الرقم، يعني قراءاتي والاحصائيات السابقه هي تشير الى انه هنالك نسب كبيره جدا كانت خلال العام السابق واللي عام قبله. هذا يؤكد الى انه هنالك حركه لوزاره الداخليه والجهات الامنيه في هذا الموضوع. ولكن انت تقول 4000، هذا احنا نتكلم على ادمان، معناها ايش قد اكو ناس بدت بهذه الخطوه واصبحت مدمنه، وايش قد اكو حركات الان لكل شخص. انت تدري كل شخص تمسكه الان هو عباره عن خليه كبيره، صح؟ لان هو اذا يشيل له خلينا نقول 1000 حبايه، معناها هو وزعها ل1000 شخص. انا شفت فيديو البارحه لمعتقله طفله ما يتجاوز عمرها 14 سنه، كانت تتكلم، يعني شفتها بالمواقع، مواقع التواصل. نعم. وكان اللقاء هو لقاء رسمي يعني بجهه امنيه، وكانت تعترف تقول الى انه انا والدي واخويا كانوا يستخدمون الكريستال وعودوني على الكريستال وتعودت على الكريستال. طبعا بغض النظر عن الزنا بالمحارم والغض النظر عن الاساءات اللي صارت، احنا ما نريد نتكلم بموضوعنا. تقول فاخر شيء من اصبحت مدمنه وجهوني الى انه ابدي اوزع. قالوا لها انت طالبه؟ قالت نعم انا طالبه. شوف ده نتكلم على طفله عمرها بين 13 وال 14 سنه. نعم. تقول وبديت انطي للطالبات. قالها شلون تنطين للطالبات؟ هم مو مدمنات اصلا.
تقول لي تقول راسي يوجعني انطيه حبايه، واللي تقول بطني توجعني انطيه حبايه، و فتقول صار عندي كم هائل من الطالبات بانه يرغبون الاستخدام. قالها تنطيهم يا مجاني؟ قالت نعم كنت انطي مجاني بتوجيه من ابويا واخويا. وبالنتيجه اصبحت هذه الطالبه هي مروجه لاكثر من 150 طالبه مدمنه. قالوا لها زين انت منين تنطي مجانا بالبدايه حتى يدمنون؟ حبايه وحبايتين وثلاث حبايات، وبالنتيجه من اصبحت مدمنه قاموا الطالبات المؤدبات يتحايلون على اهلهم في سبيل الخروج من البيت حتى يروحون البيت هذه حتى يستخدمون حبايه. قالوا لهم منين يجيبون فلوس؟ شوف الباع عندنا نحكي في الموضوع، هو موضوع اسر عراقيه. نعم. منين تجيبين الفلوس؟ قالت يبوقون من اهلهم. زين واذا ما قدروا يبوقون من اهلهم؟ قالت ابويا ياخذهم ويفعل بيهم وينطيهم حبوب مجاني. شوف وين وصلنا، وين وصلنا يعني. احنا بدنا نحكي على ارقام، هذه وحده طفله وهذا اعمارهم يمكن بالمتوسطه مو؟ طبعا يعني اكيد هم ابتدائيه، طبعا يعني اكيد متوسطه اول ثاني ثالث. بس انت شلون قدرت واحد هي مستطرقه استطاعت ان تنصب جيش كامل من الجهات؟ زين انت تمسك الى قبل 30 يوم مسكوا احد التجار يحمل معاه مليونين حبه مخدره كريستال. تدري انت مليونين حبه معناها شنو؟ معناها اكو مليونين شخص، معناها مليونين اسره انهارت. هذا احنا بدنا نتكلم على ارقام خطره. ثق هذا الموضوع هو اخطر من موضوع داعش بكثير، ثق يعني في عمليه تهديم المجتمع. وهذه اكو جهات خارجيه عملت بما فيها الولايات المتحده الامريكيه وداعش، عملوا على ان ينهار الشعب العراقي، ولا العراق ما بي اي مخدرات. يعني منذ عام 2003 العراق خالي من المخدرات كليا، هذا الموضوع ظهر جديد بالعراق. وحتى من ظهر قمنا نشوف حالات غريبه بالمجتمع اللي تحدثت عنها، زنا المحارم بعده طرق، الاعتداء على الاطفال من كلا الجنسين، وشغلات غريبه جدا، سرقات ودخول بيوت امراه تقتل زوجها نحر، منين لها هالجرأة تنحر زوجها نحر؟ شوف هذه جرأة. امرأة تعتدي يعني تتجاوز أخلاقيا وتطبب صاحبها للبيت، زائدا رجل يعتدي على بناته، رجل يعتدي على خواته. شوف احنا دا نتكلم عن أشياء مرعبة، يعني المجتمع العراقي خالي من هذا الموضوع، مو جديد، الظاهرة جديدة كليا. أصبح الترويج الآن داخل بكل التفاصيل. شوف حتى تكلمنا يمكن بالحلقة السابقة على مستوى صالونات الحلاقة، على مستوى المقاهي، على مستوى الكوفيهات، على مستوى الأرجيلة، على مستوى محلات الحلاقة النسائية، على وين وصلنا؟ إذن يحتاج الموضوع إلى أن يكون هنالك جهد استخباري أكثر، يحتاج إلى أن يكون هنالك قطع للأذرع الخارجية. هسه بالجديد أيضا كثر هذا الموضوع، أكو بعض الشقق داخل المجمعات السكنية، يعني يتاجرون داخل هذه الشقق ويتجمعون داخل هذه الشقق. هسه أنت تتكلم على شقق، أريد أتكلم لك على مقاهي بالشارع. هسه شقق ممكن، هذه هو بيته صعب توصله إلا إذا تعرف المصادر، ويجب أن تعرف منين وصلت المادة وإلى من وصلت، وممكن أن تسوي عمليات كبس. بس أنا أتكلم على مقاهي، أتكلم على كوفيهات، أتكلم على مراكز تقعد بها مجتمعات. احنا حكينا يعني سابق بهذا الموضوع. هو الموضوع يا ستار يعني ما أعرف الناس شلون يعني، بس يقول لك إذا تستخدم حبة أولى أنت ترتاح نفسيا، والحبة الثانية يكون تأثيرها أقوى، أنت من توصل إلى أنه ما تقدر تترك بحيث يصير فد إدمان بهذا الموضوع وتمسك، بالتالي أنت تفعل أي شيء حتى تجيب المبالغ. أي شيء، من أقول أي شيء معناها احنا نتكلم على عمليات جرم قتل، نتكلم على عمليات إساءة، نتكلم على عمليات ذبح، نتكلم على عمليات بوغ، نتكلم على عمليات سطو. إذا احنا صار كل شيء مفتوح أمامنا، لأنه هو في حاجة إلى أن يأخذ هذه المادة المخدرة، هسه إن كانت كريستال وإن كانت بقية المواد المخدرة اللي تستخدم حتى على مستوى أوبر ومواضيع الشم. يعني هذا الموضوع هو طويل، يعني بأكثر من خط. وهذا الموضوع جديد على العراق، علما احنا مجتمع يعني مجتمع زين. انتشاره سريع اصبح بالعراق، لمن تعزو اسباب هذا الانتشار السريع؟ ضعف الجانب الامني بهذا الموضوع. انت تدري احنا امنيا يعني بدينا نشكل مديريات بهذا الموضوع، هو وقت حديث يعني. انا اتكلم لك البلد بدينا من 2003
بعد سقوط النظام السابق البائد يلا بدينا نتحرك على الجهات الأمنية. لم يكن هنالك مواد مخدرة، لم يكن هنالك مخدرات داخل البلد، ولهذا من ظهرت هذه المادة كان الوضع الأمني أضعف آنذاك. وحتى أكد لك هذا الموضوع، هو أول جهات دخلت الجانب دخلت المخدرات بالداخل العراق هو كانت عن طريق داعش أو عن طريق التنظيمات الإرهابية اللي حاولت أن تخترق البلد، وهذا أنا أتكلم بال 2011 يعني أتكلم موضوع. إذن استطاعت زمرة صغيرة، زائدا هو أكثر الكل يعرف يعني عالميا أكثر ثراء أكثر ممكن أن تثري بشكل طبعا سريع جدا هو التجار بالمخدرات، وهذا الموضوع أصبحت الآن مافيات. ولا أنت شنو الإمكانية اللي أنت تدخل بمعركة قتال كبيرة بينك وبين الجهات الأمنية على مستوى فوج؟ نعم. على مستوى أكثر من سرية، تدخل سريتين حتى تقاتل أحد واحد من المافيات أو من الحيتان الخاصة بهذا، ايش عنده إمكانيات مالية، ايش عنده إمكانيات بالسلاح. إذن هذا محصن نفسه بكثير، والدليل كنا شفنا بالتلفزيون الغرف المحصنة اللي هي بأبواب محصنة داخلها قاصة يسموها القاصة الحصينة اللي هي مليانة فلوس ومخدرات. هذا الوضع الأمني جانب، احنا نتحدث عن سنوات 2005 6 7 كان الوضع الأمني هش جدا، وما كنا نشوف مخدرات مثلا بالشوارع وبالمقاهي وغيرها وغيرها. هل تغيرت بعض السلوكيات، عادات دخيلة دخلت للمجتمع؟ شنو اللي خلى اليوم الشباب يندفعون هذا الاندفاع لتعاطي المخدرات؟ هسه أنا يعني خلينا نأجل موضوع المعالجة وبعد سؤالك. حضرتك ده تقوله هو اولا يعني ضعف امني، نعم كان واضح جدا، والدليل الى انه سرعه انتشار المخدرات. شوف احنا نتكلم على اعتراضات من معالي الوزير الداخليه السابق من نعم عثمان الغانمي، نعم يعني كان يعاني من هالموضوع بشكل كبير، وطرح هذا الموضوع على مستوى التلفزيون وعلى مستوى قنوات فضائيه. اولا بطاله كثيره كانت، ولغايه الان البطاله موجوده، ولكن عدم وجود اشغال البلد لا توجد به خريج قاعد بالشارع، اللي عاطل على العمل اللي يشتغل، هذه كانت أسرع مصدر لرصد الأموال أو لاجتذاب الأموال. زائدا عدم وجود رقابة حقيقية بهذا الموضوع بالذات. طبعا كان الموضوع يقتصر على أحياء صغيرة يعني مغلق، الموضوع مغلق. الآن بدأ الموضوع بالانتشار أكثر، لأنه ما دام أكو علاقات اجتماعية، ما دام أكو حركة، ما دام أكو كافيات، ما دام أكو ارتباط بمجتمع، إذن يتقبل. زائدا المخدرات بيها الشيء الخبيث حقيقة هي أنها في ازدياد وليس في نقصان، لأنه اللي يشرب المخدرات أو اللي يأخذ الحبوب أو الأوبر أو الكريستال أصبح مدمن، ممكن أن يجي شخص جديد أنت أو أني ندخل على الخط، ولكن السابق ما يرجع ما يصلح. إذن إحنا نحتاج إلى مستشفيات ومعالجة المخدرات المدمنين المخدرات، وهذا ما يحدث الآن. يعني خلال هذه السنة هذا يحتاج لقناعة، يحتاج لحتى يروح يتعالج. لا شلون تقدر قناعة بس، شلون تقدر تقنعه حتى يترك هذا الطريق ويروح يتعالج؟ هذه خطوة من خطوات وزارة الداخلية. أنا تكلمت ويا الأخ مدير الشرطة المجتمعية يعني الرجل عميد نبراس، وتكلمنا طويلة بهالموضوع. كان لهم علما هذا مو خطهم، هو الإتجار بالمخدرات مو خط الشرطة المجتمعية، ولكن يقول احنا من ضمن الفعاليات اللي كنا نستخدمها هو انه احنا كنا نبحث عن الجهات او الاشخاص اللي كانوا يتعاطون، ونروح نتكلم معاه بشكل ادبي ونقنعه حتى ندخله مستشفى حتى يتعالج. شوف انت كل شخص، كل مدمن يحتاج له بفتره ما لا تقل عن الاربعه اشهر لغرض العلاج من موضوع المخدرات. نعم. طيب احنا نتكلم على عدد كبير. هسه انا ما أريد أنطق لك الرقم اللي عندي، بس الرقم اللي عندي كبير جدا، يعني حسب المعلومات اللي وردتني آخرا أنه أكثر من مليونين متعاطي بالمخدرات بشكل مدمن. مليونين مدمن بالعراق؟ طبعا إحنا من نتكلم على 4 مليون حبة تدخل، وين تتوزع الأربعة مليون حبة؟ أنت شايفها الحبة الكريستال؟ والله أنا مش شايفها. آه والله يعني ما اعرف شكلها شلون. هسه يجوز خاف يوم واحد ينطيني اياها ابلاحها على اساس حبايه باراستول، اقسم بالله ما شايفها. شنو هذا الوباء هذا اللي دخل البلد؟ اذا اكو جهات تتعمد وتتقصد ان يكون يعني تهديم البنيه المجتمعيه داخل العراق. تدي احنا محاطين ببلدان
تعاملت بالمخدرات قبل العراق باكثر من 20 الى 30 سنه. احنا الجاره عندنا ايران لديها ماده المخدرات تعبر عن طريقها، لدينا لبنان، لدينا سوريا، لدينا دول الخليج. هذا الموضوع يعني هذه الخطوره انه كثير من بلدان المنطقه، والدليل كان العراق معبر لتهريب او لنقل المخدرات، ولكن الان اصبح العراق مستورد لهذه الماده. صح. واصبح التجار وكما اخبرتك قبل قليل يعني اصبحت مافيات واصبحت حيتان. الغريب بالموضوع يعني خاصه قبل سنه سنتين انتشرت بشكل غريب وسريع جدا، قمنا نشوف حتى مثلا اللي يتعاطى خلال فتره شهر شهرين صار تاجر صغير، قام يبيع لصديقه وهذا وهذا وهذا. اذا اكو سهوله كانت بالحصول على هذه المواد المخدره. اولا السهوله اكيد هو يعني مجرد ان ترتبط انت بشخص يتعامل بهذه الماده ويستطيع ان يهربها ويستطيع ان يوصلها اليك، انت صارت حلقه من حلقاته، هو مستفيد لان انت صرت تروج له. زين. لانه اكو تاجر اكبر منه، اذا احنا نتكلم على حلقات، يعني نتكلم من القاعده زائدا يعني القاعده الاساسيه زائدا صعودا الى ان نوصل الى راس الهرم اللي هو صاحب. اذا هذه شبكه مرتبطين واحد بالاخر، يعني بالضبط يعني من الممكن انه اذا تلزم لك فد اثنين ثلاثه راح يجيبون اقل شيء فد 25 30 شخص من التجار. هو هذا اللي صار بالشهر الفات. زين. احنا يعني الشهر السابق كانت عمليه اعدام بالضبط 76 شخص كان تاجر مخدرات كبير اعدموا حاليا قبل شهر. ممتاز. لكن احنا نتكلم على موضوع اكبر صار، يعني مو سهل انت تغلق هذا الموضوع، هذا الموضوع يحتاج لامنيا هسه نتكلم، يحتاج الى حمايه امنيه عاليه جدا، يحتاج الى دقه معلومات عاليه جدا. قبل نروح للمعالجات اريد تروي لي طريقه القبض على هؤلاء شلون تصير، مثلا استدراجهم، حصول المعلومه، والوصول الى مثلا تاجر كبير من الممكن ان يؤثر على محافظه بشكل كامل. هو اللي دا يصير الان عمليه الوصول المعلومه للجهات الامنيه، هاي حسب يعني مقول الجهات الامنيه زين. في وزاره الداخليه، الى انه يتم التبليغ عنهم، يعني اما عن طريق الاهل او عن طريق الاصدقاء اللي هم الشرفاء بالموضوع زين. يعني غير متعاطين، من يحسون اكو حاله غريبه او الاعتراف نتيجه فعل، يعني هو طب البيت سرق ومو بوعيه وهو شارب محشش وماخذ الكريستال ومكيف دماغه، ما يهمه كل شيء يصير، فمن ينمسك توصل الى خيط اول وخيط ثاني والى الشخص اللي اعطاه، وعمليه استخباريه توصل للشخص اللي اعطاه وللشخص اللي اعطاه يوصل للجهه الاعلى، وهذا اللي صار نتيجه عمليات الاعدام اللي حصلت قبل شهر. لكن هذا الموضوع مو سهل، يعني هو مو احنا مو نتكلم على شخص وشخصين، والتحشيت حضرتك نقطه كلش مهمه كلش مهمه، وهي الى انه كل متعاطي اصبح تاجر، لانه بدا يحرك ربعه وجماعته على هذا العلاج، طبعا يخسر خاصه ذو الدخل المحدود اللي ما عنده يقدر يشتري. ماكو دخل محدود، هو ماكو دخل. هو مو محدود، هو اصلا ماكو دخل، هو عاطل على العمل ويتعاطى هذه يراد باليوم الواحد 50 40 الف. هسه احنا ما نريد ننتقد، بس اكثر من عمليه مسكت عن طريق التوك توك والعجلات الصغيره، لان هذه غير خاضعه للتفتيش، وهي الماده المشكله الماده صغيره، يعني ممكن ان تضعها باي مكان، فش تعتمد الحالي الان؟ يعتمد على موضوع الفراسه ولا يعني الكلاب البوليسيه او يعني نعم. اللي هم يمسكون الكيناين ما موجوده بشوارع بغداد، وهذه اصلا مفقوده عندنا، بالعالم موجوده، انت تمشي بس يشتم الماده يقدر يلقوا في الكيان، مثل ما دا تصير عندنا في مطار بغداد، ولكن على مستوى الشارع العراقي ماكو. اذا الموضوع اما حس امني او معلومه امنيه استخباريه تجيك لغرض الوصول الى الخيط الاول، وبالتالي تبدا بالصعود. اكو معلومه سمعتها قبل فتره انه هذول خاصه اللي يدخل جديد بهذا العمل مثلا ويبدا يروح يجيب مواد ينقلها من محافظه الى محافظه، انه يقول لك هو نفسه العفو اللي بيع لك هذه الماده هو ممكن يبلغ عليك حتى يتم القاء القبض عليه. وهذا اللي صار. اخر عمليه حدثت هو احد المنتسبين الشرفاء بالمؤسسه العسكريه، سواء كانت استخباريه او بس حتى اكون دقيق، هو نعم. يعني من جانب من وزاره الداخليه من الشرطه، تعامل معهم واعتبر نفسه الى انه تاجر،
حتى يوصل المادة الكريستال من محافظة إلى محافظة وتم التبليغ عنهم ومسكوهم. هي إجراءات أمنية أستاذ محمد. الإجراءات الأمنية تبدي من الأسرة، يعني تبدي من العائلة. طيب إذا أنت يا ستار العائلة هي مفككة والعائلة هي تتعامل بالكريستال وبالمخدرات، صعب أني أوصل هذا الموضوع. ولكن عن موضوع الرقابة أني قلت لك المهم، زائدا مسك الحدود. إحنا نخاف الآن يعني من عمليات دخول هذه المادة المخدرة. هسه أنت تدري أكو بالعراق كثير من الجهات تحاول أن تعمل مزارع صغيرة لغرض إنتاج المخدرات داخل البلد، وهذه كشفت في أكثر من مرة. يعني إحنا شفناها بمسلسلات عن طريق المسلسلات اللي بالتلفزيون، إنه التجار الكبار هل قد ما يوصل بالمستوى يسوي له معمل وتجفيف. من اللي يقدر هيك يسوي؟ يعني الموضوع أرقام. من اللي يقدر هيك يسوي؟ هذا يعني أكو ظهر وراء، أكو جهات تحميه، أكو مبالغ طائلة، مبالغ طائلة. يعني إحنا لا ننسى إلى أنه الحديث العام عن مستوى الدخل العراقي، هنالك نسبة مليارديرية داخل العراق بالدولار زادت أكثر من 100 ضعف. صح. شوف 100 ضعف تزداد خلال 10 سنوات أو 15 سنة، رقم مرعب. يعني صح. هذا معناها أنه أكو مصادر مبالغ بدأت تدخل بطرق غير مشروعة. لا يمكن أن يكون الطريق المشروع أن يجلب لك هكذا أموال خلال هكذا سنين، مستحيل. يعني حتى أضمن لك هسه إحنا قبل الإمام علي عليه السلام إلى أنه ما جمع مال إلا من بخل أو حرام، هذا حرام أكيد. ولا حتى لو تبخل على روحك شو تريد تجمع لك أنت بالشهر؟ شو تجمع لك 100,000 دينار، 200,000 دينار، 500,000 دينار؟ هذا وصلك رأس الشهر، إذا تعصر روحك يعني هيك مشكلة. زين، أكو بعض الجهات ربما قد تكون محمية أستاذ محمد. أنا أضمن لك يعني أكثر من نقطة، وهذا الكلام أنا مسؤول عنه، كل المتاجرين بالمخدرات الرؤوس الكبار أتكلم، هم لديهم علاقات واسعة جدا. طبعا العملية ما تبتدئ بيوم وليلة، هذا يبني علاقات واسعة ويا حرس حدود، يبدي بعمليات الرشا، يبدي يندل الطرق النيسمية الغير مؤشرة على الخريطة، يبدي يندل مكانات التهريب طبعا بمعونة خارجية أتكلم لك. يعني هذا مو هو وحده، يعني جهات من خارج العراق أيضا تتعامل بهذا الموضوع، يأشروا للخطوط، وإذا مسك فهو لديه القدرة والإمكانية في أن يخرج بكفالة أو يخرج بسهولة. والموضوع لا يصل إلى مستوى بغداد، يعني موضوع يمكن بالحدود وينتهي. ليش؟ لأنه الموضوع مالي والأرقام كبيرة. ولا أنت يهرب واحد، هسه أكو واحد هرب من العراق هذا محمد، يعني حسب المعلومة اللي وصلتني هو أنطى 3 مليون دولار، هو شاب عمره 26 سنة 25 سنة، 3 مليون دولار من يمطي شاب هيك رقم؟ ترى هذا معناها ايش قد عنده هو، ايش قد يملك اللي يمطي 3 4 مليون دولار حتى ينهزم. و و و هسه احنا لنجيب طاري ونور زهير وغيره بس يعني اكو ناس ما يعني هذا الموضوع، فتبدي هالشكل يعني تبدي بعلاقات. تغيير الماسكين للنقاط الحدوديه، التدوير الوظيفي، الغيره من الممكن انه يكون ايجابي، حتى انت تعرف من تخلي شخص بمكانه اذا هذا كان مرتشي ويسمح بعبور شخص او شخصين. تغييره لما تجيب شخص جديد لحد ما حتى وان كان فاسد، حتى لحد ما يتعرف على بعض الاشخاص يحتاج له وقت طويل. شوف احنا يعني معالي وزير الداخليه الفريق عبد الامير الشمري حقيقه بدا بخطوات رائعه، يعني الرجل مهني ولديه شرف المهنه والنتائج واضحه، خاصه يعني النتائج كفوءه جدا. ولكن هسه خلي نكون واضحين، يعني على مستوى وزاره غير قادر انت انه تنزه كل منتسبي وزارة الداخلية، مستحيل يعني العالم هذا. على مستوى النقاط الحدودية، ولا شنو انت شنو حرس في نقطة حدودية خارجية انت تدفع اكثر من 12 دفتر حتى تداوم بهاي النقطة؟ شنو 12 دفتر من تنطيها غير انت ضامن راح تجيك فوقها 10 يعني 10 اضعاف؟ ولا انت طيب منين تجيك؟ هو انت المفروض انت تاخذ راتبك وتشتغل على حد راتبك، من وين تجيك؟ اذا الموضوع هو حاط في باله بالاساس الى انه موضوع الرشا هو انه راح يستفاد ماديا نتيجه الدخول، وهذه منين تجي؟ من يجي؟ يجي بالمواد الممنوعه. هسه انت تتكلم كريستال، واحد يتكلم حشيشه، الاخ يتكلم تهريب اموال، وعندنا كثير ادويه فاسده، اذا هذه كلها تدخل عن طريق جهات
رسمية ولكن هي متعاونة مع الجانب الآخر. إذا إحنا ما نقدر ننزه كل وزارة الداخلية على الإطلاق. طبعا يعني الوزارة تعمل وحقيقة يعني على مستوى وزارة الداخلية تقدم المستوى الـ يعني الـ التنفيذي في تنفيذ العمليات، إن كانت على مستوى جرائم قتل وإن كان على مستوى حتى على مستوى الشارع. هناك أيضا مطالب أنه تعال أنت اليوم المحافظات الكردستانية وضعها الأمني مستقر جدا، كاميرات مراقبة بالشوارع وسهولة إلقاء القبض على المطلوبين هناك سهلة جدا بالنسبة للسلطات الأمنية بإقليم كردستان. يقول لك اليوم ليش أكو بعض الحدود الغير رسمية اللي ممكن بسهولة جدا تدخل من خلالها المخدرات وتوصل إلى المحافظات العراقية الأخرى؟ أستاذ محمد، أنت ما تتوقع نسبة كبيرة جدا من الممنوعات، هسه ما أريد أقول مخدرات بس، من الممنوعات تدخل عن طريق إقليم كردستان؟ ليش؟ عدم يعني أما الرشا أو عدم أو إهمال مباشر حد مفتوحة ولا شو تريد تبرر يعني؟ ولا أنت شلون تقدر تدخل 4 مليون قطعة 4 مليون مادة مخدرة؟ ذاك اليوم التقرير يقول بدأوا يحطوها بجوز لب الجوز، جوز هند. اي هو جوز هند، مو يسموه جوز هند اللي هو التكسره، لازم شلون يكسروه بالنص وينظفون داخل ماله ويحطون مخدرات ويرجعون يغلقوه، وهذا يستورد جوز. خوش جوز حتى يهرب بها مخدرات. صعب كادرنا يلقف هيك تفاصيل إن لم يدخل بدورات تدريبية عميقة. طبعا وزارة الداخلية الآن ابتدأت تشتغل بشكل حقيقي، وكانت يعني عهد هنالك من دولة رئيس الوزراء السيد السوداني إلى أنه عام 2024 سيكون عام انتهاء لداعش والمخدرات، ولكن ليس بالسهولة. زين، نحتاج إلى تشديد العقوبات أكثر. مثلا اليوم حتى ما واضحة للناس بشكل كافي، اليوم نحتاج إلى توجيه أكثر، إعلان أكثر عن عقوبة من يتعاطى، من يتاجر، من الكثير من الأمور، أو ربما يحتاج نشددها حتى. مثلا اليوم يقول لك أنا واحد إذا تعاطى 3 أشهر 4 أشهر سهلات، عد بين ما يلزموني الله كريم. أيضا نحتاج إلى مثلا تجديد العقوبات على الجهات الرقابية على هذا الأمر، مثلا سواء كان منتسب تغاضى أو أخذ الرشوة بإدخاله للممنوعات، المفروض ما تكون عقوبته أقل من الإعدام. يعني الرأي اللي عملت عليه الآن الدولة العراقية هو يختلف عن رأيك كثيرا. مثلا عقوبة الإعدام إذا تبقى تنفذ عقوبة الإعدام لكل من يروج المواد المخدرة، طبعا هذا يقوم التاجر الصغير وهذا الطفل اللي هو ابن 12 سنة والعشر سنوات والدعي سنة، هذا يقوم ما يهمه لأنه من يلزم راح ينعدم. شوف هسه خففوا العقوبة على المتعاطي، أصبح المتعاطي اللي يبلغ عن نفسه أصلا ما يعاقب، ويمنح بإدخال مستشفى وعلاجه على حساب الدولة. هذه ليش؟ حتى يأهله إلى أنه يترك هذا الموضوع. أنت اليوم من تهددني بعقوبة قاسية جدا وتقول لي أنا إذا ألزمك بالمخدرات أعدمك، خلص أنا ما دامني دا أشتغل إذا أنا أعمل على أن ما تعدمني، حتى لو أترامى وياك ولو أقتل 10 من عندك حتى أموت لأنه أنا أدري راح أنعدم. بس من يكون الموضوع مخفف، هسه القرارات الجديدة الإعدام للتجار الكبار زين، وابتدأت بالعدد يعني عدد السنين يقل بكمية المنتج، يعني أتصور 10 غرامات صارت أعتقد 5 سنوات 6 سنوات، وابتدأ العدد يقل إلى أن وصل إلى المتعاطي. المتعاطي إذا يسلم نفسه أو يبلغ يقول أنا متعاطي لم يعاقب، لا يعاقب ولا يحاسب، وإنما يدخل إلى المستشفى على حساب الدولة ويعالج وينتهي الموضوع. هيش عمليات تسهيل تسهل من إجراءات إنهاء هذا الموضوع أفضل ما حضرتك تقوله، تقول يجب أن تشدد. لا مثلا اليوم أنا أتحدث عن أشخاص مثلا منطيهم مهمة مسك حدود، مسك منفذ أمني، هذا الآن أنت المفروض أنت تكون حامي لما أنت تكون متخاذل، وإذا عقوبتك مثلا 3 سنوات 4 وهذه المليارات يمك، فسهولة الانجراف في الموضوع. ولهذا قلت لك هو منتسب يشتري الموقع مالته بنقله الى نقطه حدوديه ب 12 دفتر، وهذا غير هو واثق او هو يعني انت متيقن انه هذا راح يبوق 120 دفتر مو ال 12، حتى يطلع ال 12 يحط البقيه بجيبه، ولا شنو؟ على اساس شنو هالمبالغ المرعبه في النقاط الحدوديه، نقاط السيطره الحدوديه، حتى
انت تقعد تداوم هناك حتى تستفاد طبعا غير حتى تسيء لي من البلد. زين قبل ان نختم الملف فرحين احنا بالاعداد اللي حققتها القوات الامنيه فعلا يعني وزاره الداخليه ده تعمل بشكل كفو جدا ممتاز، لكن هذه الاعداد وزياده الاعداد ايضا اليوم لازم نفكر بالحلول. احنا نجيب هاي الاعداد نلزمهم نذبهم بالسجون وبعد نحتاج لنا حلول حتى ممكن نقلل هذه الاعداد بالشارع العراقي. استاذ محمد حكينا هيك نوهنا على هالنقطه بالذات في بدايه الحلقه، انت عندك اهم نقطه هي عمليه معرفه مصادر التمويل لمواد المخدرات، هذه نقطة جدا مهمة، أنت تعرف المصدر الخارجي، الذراع الخارجي، وبعدين تقدر تسيطر على الذراع الداخلي. الذراع الداخلي الآن لديه من الإمكانية، لديه من الإمكانية العالية، يعني هو راشي مو بس مدير المركز، راشي كل المحافظة، حتى ما يدخل للسجن، وحتى تتغير المادة، وعلاقاته واسعة جدا، بحيث حتى نص المادة يبدلوه عن طريق المحرر بالمركز وتتغير الافاده وتتغير ويطلع بكفاله وينتهي الموضوع. كل ما تكون الاجراءات اشد لمنتسبينه كل ما يكون هنالك عمليات مسك افضل، هذا يؤيد كلامك يعني لانه يجب انه المنتسب يجب ان تبديله. نعم يعني انت قاعد لك واحد بنقطه حدوديه هو يصرف له مبالغ مرعبه حتى يبقى بموقعه، لازم يكون هنالك تجديد كل 3 اشهر، كل 4 اشهر، كل 6 اشهر، كل سنه، والا لا يمكن الوضع يبقى هالشكل، اذا بقى هالشكل احنا صعب نسيطر عليه. الخبير الامني الاستاذ صفاء العسل اشكرك جزيل الشكر على المتابعه، شكرا لحضرتك. حياكم الله استاذ. اذا مشاهدينا ملفنا الثاني عن المؤشرات المقلقه لملف اكتظاظ السجون العراقيه راح نفتتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. تعود قضية السجون في العراق مرة أخرى إلى واجهة الأحداث بعد أن أكد وزير العدل خالد شواني على دعم وزارته في ملف اكتظاظ السجون. في ظل استمرار عمليات الاعتقال والقبض على المخالفين للقانون مع عدم حسم دعاوى الكثير من قضايا المعتقلين، الأمر الذي أسهم في اكتظاظ السجون. قد تكون الأسباب أنه كثافة النزلاء في السجون العراقية هو لكثرة الجرائم التي ترتكب وكثرة المخالفات، وبالتالي مسؤولية وزارة العدل أن توفر يعني المعتقلات التي يعني تتناسب مع حجم المعتقلين في هذه السجون. ملف إطعام السجناء يعد واحدا من أخطر بوابات الفساد، حيث تم رصد ما قيمته 7 دولارات الوجبة للفرد الواحد، لكنها في الحقيقة لا تتجاوز 3 دولارات كأقصى حد، والتي تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين رغم أن السجناء يرفضون تناولها لرداءتها. صفقات الفساد في إطعام وإيواء هؤلاء التي جعلت هناك تواطؤ مع بعض الشركات في تمويل هؤلاء وبالنفقات الزائدة عليهم، فأعتقد أن ضعف الإرادة السياسية للرؤساء السابقين وصفقات الفساد هي وراء ازدحام السجون. من أهم المشاكل والتحديات التي تواجه أغلب السجون عدم بناء مدن إصلاحية كاملة، ناهيك عن صغر مساحات الأبنية الحالية التي لا تستوعب أعداد الموقوفين. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن للحديث عن ملفنا الثاني ينضم إلينا في الاستوديو الخبير والناشط في حقوق الإنسان الأستاذ كامل أمين هاشم. أستاذ كامل مرحبا بحضرتك. مرحبا بكم. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. بحضرتك أستاذ كامل، اكتظاظ السجون ملف ربما قد حتى نوه وشكى منه وزير العدل في الأيام القليلة، 300% نسبة اكتظاظ النزلاء داخل السجون العراقية، حتى يمكن الأعداد الكبيرة بعد ما تستوعبهم السجون. صحيح. الأسباب، أبرز الأسباب اللي تشوفها حضرتك، وخاصة حضرتك كنت قريب من هذا الموضوع، تفضل. شكرا جزيلا، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام، مشاهدي قناة الأيام. من الأمور المهمة خاصة بعد 2003 هو والأخطاء اللي وقع بها الاحتلال وما جرى من عمليات ضعف خلال السنوات السابقة لكثير من الحكومات للأسف الشديد،
هذا أثر بشكل كبير في جانبين، في الجانب الجنائي وهو جريمة المنظمة والسرقة والقتل وكذلك المخدرات، والجانب الآخر هو يعني موضوع الإرهاب الذي كان له أثر كبير على الحياة الاجتماعية. بعد عمليات التحرير كان هناك تحرك جدي من قبل أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية وكل القوى الأمنية في العراق في متابعة الجريمة بشقيها إذا كان الإرهاب أو إذا كان المخدرات، مما زاد من عمليات التنفيذ بشكل كبير. يعني السجون، جميع السجون في العراق وأنا مواكبها منذ أن كنت في وزارة حقوق الإنسان إلى حد وزارة العدل كمدير عام فيها، كان لا يتجاوز في أقصى حدوده هو 20-21 ألف. البنى التحتية المتواجدة لا تستوعب أكثر من 23 ألف إلى 25 ألف، والآن تجاوز بال60 ألف، أكثر من 60 ألف عدد على الأقل المسجونين، هذا غير المحكومين الذين لدى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى. لم يبنى أي سجن خلال هذه الفترة باستثناء سجن أبو غريب اللي تم استلامه عام 2003، وهو السجن الوحيد الذي بني في ستينيات القرن الماضي عندما كان العراق لا يتجاوز 8 ملايين، وتم تحوير بعض البنايات، وهذه البنايات غير مهيئة لا من ناحية معايير حقوق الإنسان ولا من ناحية المعايير الأمنية. أستاذ كامل، شنو سبب هذه الزيادة السريعة الطفرة بالأرقام؟ الزيادة السريعة، واحد من أسباب الزيادة السريعة هو بعد تحرير عام 2017، نعم، يعني حصلت الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية على قوائم المتورطين في داعش وتم اتخاذ الإجراءات وزاد العدد. يعني اليوم نحن لدينا بحدود 25 ألف محكومين في الإرهاب، يعني تقريبا 25 ألف محكوم. نعم نعم، 25 ألف محكوم في الإرهاب، وهؤلاء من بين هذا ال 25 وهؤلاء جميع أحكامهم طويلة جدا مؤبد، يعني الحد الأدنى لأحكامهم هو 15 سنة، وكان لدينا أيضا عدد من القاعدة يعني متواجد ومن ثم داعش. الملف الآخر الأكثر الذي هو الآن سبب الزيادة هو المخدرات. قبل أن ننتقل للمخدرات، من بين 25 ألف محكوم بقضايا الإرهاب وداعش وتنظيم القاعدة، كم شخص محكوم بالإعدام لم ينفذ بحقه الإعدام منذ سنوات طويلة وهو ينعم بكل وسائل الراحة والأكل والشرب والتليفون والمنام وغيره وغيره، ونايم لحد الآن وعيشته أحسن من هواية ناس عايشين برا؟ يعني حوالي 10 آلاف محكومين بالإعدام. لكن تعلم بأن القانون العراقي وقانون أصول المحاكمات أعطى ضمانات كثيرة، يعني هناك خاصة في عقوبة الإعدام هناك ما يسمى بالتمييز الوجوبي، وهو لا يتم التنفيذ، يعني يصدر ابتداء من محكمة الموضوع، وبعد محكمة الموضوع هناك مراجعة من قبل للدعاية العام ومن محكمة التمييز العليا، ومن ثم له الحق في إعادة المحاكمة. واحدة من أسباب التأخر في تنفيذ عقوبة الإعدام هو قانون العفو 25 لعام 2016 أعتقد أو 17، لأن هذا أعطى الحق للجميع زين بعملية المراجعة إذا كانت لديهم أدلة. لذلك اضطرت وزارة العدل وكذلك حتى رئاسة الجمهورية من المصادقة، حتى كان المصادق على التنفيذ بأحكامهم في وقتها يعني وماخذ درجة البتات أيضا باعتبار هذا حق كفلة إلى القانون بأنه يتم مراجعة قضيته. يعني هذا أثر بشكل كبير. ولو هو من اختصاصكم هذا الأمر، لكن أو اختصاص الجهات القضائية، لكن الشخص اللي معترف بقتل 10 و15 و20 نفر مواطنين أبرياء واعترافه واضح بدائيا وقضائيا، لما يجي يبقى 10 سنوات ما منفذ بحق حكم الإعدام، شنو تنتظر مثلا؟ هذا كلام يعني يستطيع القول هذا كلام عاطفي. القانون هو أعطاه الحق، أعطاه الحق، أعطاه هذا الحماية. نعم هو متورط وقاتل ومعترف، لكنه القانون أعطاه الحق. إذا في قانون أصول المحاكمات هناك تدرج، هذه هي الدول الديمقراطية، هذه هي الدول التي تحترم حقوق الإنسان، ضرورة أن تمر برغم كون هؤلاء مجرمين عتاة أذوا الشعب العراقي إيذاء كبير، جرائمهم يعني يندى لها جبين البشرية، فيها نوع من الدناءة الكبيرة، لكنه القانون أعطى. أي قانون بالتحديد؟ قوانين العراق، قانون أصول المحاكمات، القوانين التي تصدر فيما يخص يعني العفو. لا تنسى بأن هناك جانب سياسي في هذا الموضوع، دعنا هو هذا اللي أريد أتحدث جانب عليه. سياسي وللأسف الشديد، يعني هذه واحدة من الأمور التي نحن نتأثر فيها العاملين في مجال حقوق الإنسان والناشطين، بأن تكون عمليات تنفيذ القانون على حساب
التوافقات السياسية وأحيانا تصل إلى المجاملات. هو نسأل اليوم هل أكو بعض الجهات السياسية تدافع عن قتلة إرهابيين متورطين بدماء العراقيين وتضغط حتى تأخر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم؟ يعني هم لا يطالبون بهذا المعنى، لكن كثير من القوى السياسية خاصة من المكون الذي يعني أكثر المحكومين فيه من جهتهم لديهم معلومات، ونحن كعاملين في مجال حقوق الإنسان لا ننفي ذلك. وجود يعني عدد ليس بقليل من بعض المحكومين، يعني لا نقول أكثرية، قد تكون يعني لم يحظوا بمحاكمة عادلة هذه ادعائهم. هناك ما يسمى بالمخبر السري، هناك ما يسمى بالأمور الكيدية التي أدت إلى هذا الأمر، لذلك هم يطرحوها. والجانب الآخر أيضا هم يريدون أن يناغموا قواعدهم الجماهيرية خاصة في الانتخابات. على سبيل المثال في هذه الحكومة كان من بين الاتفاقات السياسية التي أخرجت هذه الحكومة هي صدور قانون عفو أو تعديل قانون العفو فيما يخص الانتماء، وهذا معلوم للجميع يعني في الوثائق السياسية. يعني للأسف نعم تستخدم هذه أحيانا في المجال السياسي. أيضا هناك يعني بعض الجهات لا تريد أن يعني قضية الإعدام لها أثر في المجتمع الدولي، يعني العراق مؤشر عليه من أكثر الدول تنفيذا لعقوبات الإعدام، لكن الأحكام مستمرة في عملية التنفيذ. ليس بالضرورة كل عمليات التنفيذ يجب أن تخرج للإعلام ونعطي تفاصيل، العراق ليس ملزم. العراق بلد ذات سيادة وعمليات التنفيذ مستمرة، لكنه الضمانات القانونية. وبالمناسبة الذين ينفذ فيهم الآن هذه الأحكام قد صدرت قبل 4 أو 5 سنوات. زين. هذه هي الضمانات في عقوبة الإعدام. لكن أكو رأي يقول لك أنت حتى تقدر تحفظ أمن البلد لازم يكون أكو رادع، لازم اليوم واحد يفكر قبل يخطو أي خطوة أنه خلص أنا ورايا عقاب غير قابل للتفاوض. لا هو واضح يعني من العدد، العدد ليس بقليل. ثانيا الآن اختلف الوضع، كان سابقا هناك قلق من عمليات الهروب كما حدث في سجن أبو غريب، كما حدث في سجن بادوش. الآن الوضع اختلف، الآن إذا كان على مستوى وزارة العدل فلديها إجراءات أمنية عالية وكاميرات حرارية وعمل أيضا مع الأجهزة الأمنية بشكل يعني منظم وذات كفاءة عالية. يعني أستطيع القول من خلال عملي كمدير عام يعني لدائرة الإصلاح الأحداث، من الصعب الآن أن تكون هناك حالة هروب. لذلك نلاحظ خلال ال4 سنوات لم تحدث من وزارة العدل ما يتم خروجه الإعلام، قد يكون في مراكز الشرطة أو في المواقف. جيد، كون حضرتك كنت مدير عام في وزارة العدل، اليوم وزير العدل يتحدث بكل صراحة أمام وسائل الإعلام ويقول أكو بعض المتهمين عايشين حياتهم كأنما هم في فندق درجة أولى. صحيح. حيث الأكل والمنام وغرفته وسريره وتليفونه، شلون ممكن متهم محكوم يعيش هذه العيشة داخل السجون؟ المال. نعم؟ المال. المال. نعم. نعم المال والبناء الخاطئ لدائرة إصلاح، لدائرة الإصلاح العراقية أسست من قبل قوات الاحتلال بمعايير غير صحيحة، يعني في اختيار الحراس على سبيل المثال، مقدمي الخدمات، كانت تدخلات من قبل الجهات ومن قبل الأحزاب وبدون معايير ضرورية. يعني الان شلون يعني اللي عنده مال داخل السجن اليوم انا الان كثير منهم حتى ليس لديهم مؤهل الابتدائيه من العاملين. لذلك الوزاره تحتاج وطلبت في السنوات الماضيه بتعزيزها ب5000 حارس، وكانت لدى الوزاره نيه بوضع ضوابط في اختيار الحراس الاصلاحيين والمراقبين والذين هم في تماس مع السجناء بشكل مباشر. هذه واحده. اثنين حاله الاكتظاظ، حاله الاكتظاظ من الصعب تنفيذ البرامج الإصلاحية. يعني اليوم لدينا عدد ليس قليل من المحكومين في الإرهاب ابتدأت أحكامهم الآن تنتهي. إيه أنت إذا عندك اكتظاظ ما ممكن تنتج جناح خاص لأحد المحكومين والله لأن عنده فلوس. ها مو هذه القضية، هي ليست قضية يعني مؤسساتية بقدر ما هي حالات فردية من قبل الإدارات السجنية من قبل العاملين، ولا تتحمل مسؤوليتها فقط وزارة العدل، أيضا هناك لدينا يعني أطواق أمنية وجهات ساندة متواجدة من كل الأجهزة الأمنية داخل المؤسسات السجنية، أيضا لديها عمل ولديها الصلاحية في التدخل. الآن لدينا عدد كبير من العاملين في السجون هم الآن تحت القضبان، خلف القضبان عفوا، ولدينا الآن قيد التحقيق عدد كبير، والآن تتخذ الإجراءات، لكنه من الصعب
السيطرة، كما هو الحال اليوم في دوائر كثيرة زين. في أمانة العاصمة لا يوجد مثلا استخدام المال، في دوائر التسجيل، في دوائر الضريبة، هذه النفس يعني أمارة بالسوء، وبالتالي هذا الأمر عندما يحل الاكتظاظ وإدخال التقنيات زين. والكاميرات واستخدام الأساليب الحديثة في سجون تتوفر فيها كل المعايير، أعتقد أنه سيتغير الوضع بشكل كبير. لذلك تم مثلا بناء سجن الناصرية على سبيل المثال. سجن الناصرية من السجون التي بنتها يعني القوات الأمريكية في وقتها، فيها كل المعايير حقوق الإنسان. كذلك سجن الكفل فيه معايير حقوق الإنسان. لذلك نلاحظ في هذه السجون ذات المعايير والنظامية قليل جدا حالات يعني الفساد. جي. الوقت داهمنا، أريد نتحدث بالدقائق الأخيرة عن موضوع مهم وحساس وهو ملف إطعام السجناء. نعم. من تبدي براحتك؟ يعني ملف إطعام السجناء للأسف الشديد منذ تأسيسه إلى حد هذه الحكومة هو محل شبهة، شبهة ومحل شبهة فساد، وفيه كثير من الأمور، وكانت يعني تتدخل حتى في الإدارات هذه الشركات. هذه الحكومة استلمت هذا الملف من الحكومة السابقة بقرار من مجلس الوزراء، وكان طبعا موقف الوزارة القانوني في هذا العقد ضعيف جدا. يعني كانت الدرجة العلوية لهذه الشركة وهي إحدى شركات القطاع المختلط، إحدى مؤسسات الدولة، وهذا المؤسف جدا أنه هي جزء من مؤسسات الدولة. بالتالي هذه العلوية في عملية التعامل وعدم وجود جزاءات وعدم وجود يعني أمور محددة في محاسبة الشركات كان صعب جدا. المدة مثلا كانت طويلة جدا زين. الأسعار كانت مبالغ فيها، وأيضا نوعية المواد ليش مبالغ بها؟ الحكومة الجديدة حكومة السيد السوداني فتحت هذا الملف وبقرار مجلس الوزراء، وتم التفاوض مع هذه الشركة وتم تخفيض السعر وتقليل المدة ووضع شروط لتحسين المواد الغذائية بشكل كبير. ونستطيع القول بأن الآن ملف الإطعام قد تحسن بشكل كبير، لكن للأسف لا نستطيع أن نذهب إلى فسخ هذا العقد. نعم. كان موقف الحكومة ضعيف في عملية فسخ العقد، لأنه الشروط التي وضعتها الحكومة السابقة كانت لصالح شركة الإطعام. نعم. الخبير والناشط في حقوق الإنسان أستاذ كامل أمين هاشم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. شكرا لحضرتك. إذن مشاهدينا، مثل ما تعودنا على الاطلاع على أبرز الآراء المطروحة في منصة إكس وتغريداتنا لهذا اليوم، ستكون أيضا عن حادثة الهارثة في البصرة. نتابع. ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. السوداني يوجه بالإعلان عن التأهيل المسبق للشركات الاستشارية لمشروع مدينة الصدر الجديدة. مسرور بارزاني يشكر السوداني بعد التوصل لحل مناسب بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان. وزير العدل يوعز بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك المجمعات السكنية في سنجار.
قيادة عمليات بغداد تعلن وضع خطة متكاملة لعيد الفطر المبارك لا تتضمن أي قطوعات. هيئة التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة ل 6442 موظفا. مشاهدينا، حصادنا لهذه الليلة انتهى. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.